ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجنا الأسبوعي المرحمة الذي نخصصه اليوم للحديث عن منازل الأبرار في الآخرة. يطيب لي أن يصحبني للتعليق على هذا الموضوع شيخنا الكريم الشيخ ربيع الدرسي، كما يسرني أن أرحب باستفساراتكم واستشاراتكم عبر بريد البرنامج الذي يظهر على الشاشة بين الفينة والأخرى. أولى محاور هذا اللقاء نستهلها بهذه اللوحة الدعوية. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. حياك الله شيخنا الكريم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. الشيخ ربيع، بداية يعني لو تعطينا يعني مقدمة حول هذا الموضوع، يعني موضوع الجنة ونعيمها وأهمية تدارس مثل هذا الأمر، وأيضا منزلة هذا الموضوع في من الناحية العقدية ومن ناحية عقيدة المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أخي الكريم زكريا، حياك الله وبياك، وحيا الله العاملين في هذه القناة، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، ونسأل الله العلي القدير كما جمعنا في هذه الفرصة وفي هذا الوقت على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في دار جنته ودار رضوانه وكرامته. أكيد أخي زكريا، ولا شك أن الحديث عن الجنة وعن النعيم وعن ما أعده الله لعباده الصالحين وعباده المتقين أنه حديث ذو شجون، وأن النفس تطير شوقا لمثل هذه المنازل العليا التي حفت من أجلها الأرجل وذرفت من أجلها العيون وتعبت من أجلها الأجساد كي تنال رضوان الله عز وجل ورحمته، وكي تصل إلى هذه الجائزة وهذا المقام الذي أعده الله لعباده الصالحين. هذه المكانة لا يصل إليها بقلبه قبل أن يصلها بجسده إلا من وفقه الله عز وجل أن يستحضر حب الجنة ونعيمها، وأن يتمنى أن يبلغ مقامها، وأن يكون له فيها موطئ قدم. يعني عندما يتحدث الله عن الجنة ويصفها بأنها عرضها السماوات والأرض، قال أهل العلم: فما بالك بطولها؟ يعني عرضها السماوات والأرض. ثم قال أحد السلف: يكون عرضها السماوات والأرض ما حسرة العبد الذي لا يجد فيها موطئ قدم. يعني ما هو الخسران وما هو الندم وما هي الحسرة عندما يفقد عبد مثل هذه النعمة وهذه المرتبة العظيمة. أسأل الله ألا يحرمنا دخولها والتنعم بنعيمها. كذلك أخي زكريا، كان الصحابة رضوان الله عليهم يطير فؤادهم شوقا لهذه الدار، حتى أنهم يعني كانوا من أهل الآخرة ولم يكونوا يوما من الأيام من أهل الدنيا. كان عثمان أكثر ما يبكي عندما يذكر أمامه القبر، وكان عمر أكثر ما يبكي عندما يذكر أمامه الوقوف بين يدي الله وعذاب النار. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فكان أكثر ما يبكي عندما تذكر أمامه الجنة، فقيل له: لما تبكي عندما تذكر أمامك الجنة وهي دار النعيم ودار السعادة؟ قال: أبكي خوفا من حرماني أن أدخلها يوم القيامة. هذا حال أبو بكر، فما هو حالنا نحن؟
فلذلك أخي زكريا علاقتنا نحن بدار الآخرة وعلاقتنا بالجنة ونعيمها ونعوذ بالله من النار وجحيمها هي علاقة عقدية، علاقة تربطنا بأصل خلق الله عز وجل لعباده. فما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته، خلقنا من أجل عبادته، هذه الغاية التي خلقنا فعلا من أجلها. أما كسب الرزق والعيش في هذه الدنيا، وسخر لنا الأرض نقتات منها ونأكل ونشرب منها وننام فيها ونكتسب رزقنا فيها، فهذه من الأسباب التي سخرها الله عز وجل لنا. أما الأصل والغاية من الخلق هي عبادة الله عز وجل، جعل لنا الدنيا دار امتحان وبلاء كي نصل إلى الآخرة، وهديناه النجدين، يعني الإنسان أراها الله عز وجل طريق الحق وطريق الهداية، وأراها الله طريق الغواية والضلال. فمن اتبع الغواية والضلال واتبع هواه واتبع شياطين الإنس والجن يكون آخرته والعياذ بالله النار وجحيمها. أما من اتبع صراط الله ورضوانه وهداه فهذا لا شك أن آخر عقباه تكون الجنة والسعادة. وهذا هو ما يربطنا بعقيدة المسلم في الإيمان بالغيبيات والإيمان بموعود الله عز وجل وما أعده الله لعباده المتقين في دار الآخرة وفي جنته ورضوانه. نعم. نعم. جزاك الله خير شيخنا الكريم. طيب لو أردنا أن يعني نحرر هذا الموضوع من الناحية العلمية، يعني لو أردنا أن نقف مع الجنة وتعريفها من الناحية اللغوية وأيضا من الناحية الاصطلاح، فما نقول؟ بالنسبة لتعريف الجنة، الجنة هي في اللغة مأخوذة من البستان العظيم أو المزرعة كيف ما نقوله نحن يعني عندنا في الدارجة، حتى أن الله عز وجل يقول في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. فالمقصود بالجنة هنا الجنة من الناحية اللغوية، وهي المقصود بها البستان العظيم أو المزرعة التي تكون كثيفة الأشجار حتى أنها تستر ظلالها، تستر أرضها وتستر ما بداخلها، فلهذا تسمى الجنة من الناحية اللغوية. أما التي قصدها الله عز وجل والتي هي اصطلاحا نسميها أو شرعا نسمي الجنة، وهي المقصود بها ما أعده الله عز وجل لعباده المتقين في دار الكرامة، وهي نهاية المطاف ونهاية التعب، وهي دار الجزاء التي سيكون الله المكافأة والجائزة التي سيمنحها الله لعباده الذين سخروا دنياهم لأخراهم، الذين عمروا آخرتهم عندما كانوا في الدنيا، استغلوا الأوقات، استثمروا الجهد، استثمروا فعلا، كانوا عندما يرون معصية الله عز وجل يتركونها لله عز وجل طمعا في رضوانه وجنته، كانوا يقبلون على الطاعات، التزموا بقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، عملوا بقول الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله، التزموا بهذا الموعود وبهذا القول، فكانوا مسارعين للخيرات، وكانوا كذلك من السابقين السابقين. فلذلك كانت في الآخرة هي دار الخلود ودار الكرامة ودار الرضوان التي أعدها الله لعباده المتقين، فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة بناها الله عز وجل لعباده المتقين بيديه إكراما لهم، الله عز وجل جعل فيها من الأنهار وما سنذكره بإذن الله خلال هذه الحلقة من النعيم ما تحن له القلوب وما تشرئب له الأنفس والأعناق، يعني الله عز وجل جعلها دار كرامة فعلا ودار يعني إكرام لعباده الذين عملوا القليل فأدركوا الجزيل من العطاء عند الله عز وجل. نعم، جزاك الله خير شيخنا الكريم. طيب لهذه الجنة عمار وسكان، لو حدثتنا عن أهل الجنة وفمن هم، وهل يعني هم فئة بعينها أم أن الأمر يعني هم فئات وعلاقتهم بالإيمان يعني على درجات وعلى ليسوا يعني مثلا في هم الكمل، أم أيضا يشمل من هم دونهم؟ أخي الحبيب زكريا، يعني نحن كما يعني نؤمل في رضا الله عز وجل وندعو الناس إلى الطمع في رحمة الله التي وسعت كل شيء، وكما أننا نحث الناس على أن يحسن الظن بالله عز وجل في أن يدركوا هذه المنزلة ودخول هذه الدار، إلا أننا لابد أن نبين عدة أمور.
الأمر الأول الشرط وبطاقة الدخول التي جعلها الله عز وجل شرط لدخول الجنة هي الإسلام. لا بد الإنسان أن يكون مسلما كي يدخل الجنة، فإن الله عز وجل حرم دخول المشرك والكافر إلى الجنة وجعلها دار خاصة بالمؤمنين بل إنها بالمسلمين. فمن دخل إلى الإسلام ومات على الإسلام هذا مضمون له الجنة بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبآيات الله عز وجل. لكن هذا المسلم على أحوال، منهم من يعذب في النار ثم يدخل إلى الجنة، يعذب بذنوبه التي ارتكبها وأسرف على نفسه في الدنيا، يعذب والله عز وجل يعامله بعدله فيدخله النار ثم يخرجه منها، لأن المسلم غير مخلد في النار حتى ولو دخلها. هذا صنف. الصنف الثاني صنف يحاسبهم الله عز وجل ويسألهم ويعاتبهم عما اقترفوا في الدنيا ثم يشملهم برحمته وغفرانه فيدخلهم الجنة دون أن يعذبهم رغم أنهم مسرفون في الذنوب، ولكن عندهم من الحسنات ما غفرت لهم عند الله عز وجل وما شملت لهم رحمة ومما سببت لهم في أن تشملهم رحمة الله عز وجل، وهؤلاء يدخلون الجنة بعد الحساب. الصنف الثالث وهو صنف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم الصنف الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم إلى آخر الحديث. فهذا صنف. الله عز وجل جعل صفات لأهل الجنة من حيث الأعمال، منها ما ذكره الله عز وجل في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقين الذين ذكرهم الله في صفاتهم؟ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله من الصفات. وذكر منهم صنف، يعني لعل الكثير منا يغفل عن بعض الأعمال البسيطة، ولكن الله بدأ بالأعمال العظيمة المتقين المؤمنين ثم نزل إلى بعض الأعمال الصغيرة التي منها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله بيّن بأن الأعمال لا تحقرن من المعروف شيئا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن امرأة دخلت النار في هرة وامرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته ماء، فالله عز وجل غفر لها بهذا العمل مع أنها كانت امرأة بغي مسرفة على نفسها في الذنوب، ولكن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا ندخل الجنة برحمة الله عز وجل عندما تشملنا رحمة الله عز وجل. كيف نصل إلى رحمة الله؟ بأن نكثر من الطاعات، كلما تقرب العبد من الله بالنوافل أحبه الله عز وجل، كلما تقرب العبد باحتساب النية عند الله في كل عمل صغير وكبير ولا يحقرنه عند الله عز وجل. فلذلك عمار الجنة هم الذين قال الله عز وجل فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى إلى آخر الآيات. فيقول الله عز وجل إلى آخر الآيات يذكر أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنعرف بهذا أن الله عز وجل جعل صفات لأهل الجنة من حيث الأعمال، لكن هذه الصفات قد تكون سببا في دخول الجنة ابتداءا، وقد تكون سببا في الرفعة داخل الجنة. الله عز وجل يرفع بها عباده المؤمنين درجات، فتكون الجنة كما سيأتينا بإذن الله على درجات يتفاوت فيها الناس من حيث درجات الإيمان ومن حيث درجات الإحسان ومن حيث درجات العمل الصالح عند الله عز وجل. نعم، جزاك الله خير شيخنا. طيب هذا في من سيدخل الجنة، لكن لو دخلنا في صفاتهم مثلا، لدي مجموعة من الاستفسارات التي قد تدور في ذهن المشاهد. مثلا كم ستكون أعمار أهل الجنة؟ هل سيكبرون أم سيبقون كما دخلوها أول مرة؟ ولعل بقية الأسئلة تأتي تباعا إن شاء الله. نعم، وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن أعمار أهل الجنة
يكونون أولا نبدأ بخلقة أهل الجنة وشكلهم، يكونون في صورة آدم عليه السلام وطولهم 60 ذراعا كما كان طول آدم عليه السلام. أما عن أعمارهم فالأحاديث وردت بال30، هناك أحاديث وردت تثبت أنهم 30 سنة، وأحاديث وردت 33 سنة وهي الأصح والأكثر. فبهذا يتبين لنا أن أعمار أهل الجنة هي 33 سنة على الراجح. الأمر الآخر المهم الذي يجب التنبيه إليه أن أعمار أهل الجنة ليس فقط 33 سنة، أنها عز سن الشباب، وهي السن التي إذا وصل إليها الإنسان يتمنى ألا يكبر، يعني حتى لا يصيبه الشيخوخة. لذلك الله عز وجل مما منحه من تمام فضله ودار جنته ورضوانه أن جعل هذه الأعمار ثابتة لا تتغير، كما ذكر ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم أن الإنسان عندما يبدأ في الجنة عمره 33 سنة يبقى عمره 33 سنة، يعني ليس كما في الدنيا يكبر كل يوم ويزداد ضعفا ووهنا ويزداد شيخوخة وكبرا. فالله مما أتمه من فضله ونعمته وكرمه وجوده على عباده المؤمنين أن جعل لهم هذه الأعمار، بل إن يعني كما ورد في الحديث الصحيح أن قوة الرجل من أهل الجنة كقوة 100 من أهل الدنيا، يعني يمنح الله رجال أهل الجنة قوة كقوة 100 رجل ممن هم سواهم يعني. نعم. فهذه النعمة التي من الله بها على عباده في هذه الجنة تبين لنا أعمارهم وهيئتهم وكذلك يعني قوتهم وبنيانهم في هذه الجنة. نعم. طيب شيخنا، أيضا يعني من الأسئلة التي تطرح هي موضوع اللغة التي يتناجى بها ويتحدث بها أهل الجنة، لا سيما مع اختلاف يعني أجناسهم وأممهم، هل هناك مثلا نصوص وردت في لغة بعينها، وهل ربما تكون اللغة العربية باعتبارها يعني لغة القرآن، أم أن هذا الأمر يعني له مبحث آخر؟ نعم، بالنسبة للغة أهل الجنة يعني نحن لعل يعني كلامنا الآن سيكون صادم لكثير من الناس من المسلمة التي هم عندهم. يعني الناس مما هو مستفاض في علم الناس ويعني يكادون يجزمون به أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية، ولكن الصحيح الذي أقره أهل العلم أنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت ذلك ولا ما ينفي ذلك، يعني لم ترد أحاديث تثبت أن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، ولم ترد آيات تثبت ذلك، ولم تأتي آيات أيضا تنفي أنها ليست اللغة العربية، إلا حديث واحد يعني هو الذي استند عليه كثير من أهل العلم ممن رجح وأكد وجادل على أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أنا عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي، فبين في هذا الحديث أن لغة أهل الجنة هي العربية. هذا الحديث كثير من أهل العلم أعله، بل هناك من ذكره حتى من الموضوعات، ولكن نقول جدلا وتسلما لمن هم يعني يؤيدون هذا القول أن هذه المسألة مسألة نزاع ومسألة خلاف، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها من المسائل التي لا طائل من ورائها وممن يفوض علمها لله عز وجل، ونقول فيها الله أعلم بما هي اللغة الحقيقية لأهل الجنة، حتى أن هناك من تمادى، وهنا نحب أن ننوه ونحب أن ننصح ونوجه في هذه المسألة أننا عندما نتكلم عن الجنة ونعيمها وعندما نتكلم عن النار وجحيمها نتمنى من الجميع عندما يبحث في مثل هذه المباحث أن يحاول أن يبحث عما يرقق به قلبه، عما يستطيع من خلاله أن يتعبد الله عز وجل، وعندما يخطر بباله يرق قلبه ويتعلق بالله عز وجل. أما بعض المسائل الجدلية عن مثلا عن بعض، هناك من تمادى في هذه المسألة حتى أنه تكلم عن لغة أهل النار، هناك من قال أن لغتهم السريانية، هناك من قال أن لغتهم الفارسية، وهناك من تمادى في غيرها من المسائل، هل العذاب على الجسد أم على الروح أم أنه على الروح فقط، وهل النار مكانها الأرض أم مكانها السماء، وغير ذلك من المسائل الجدلية التي تقسي القلب حقيقة وتباعده من الله وتدخل الإنسان في علم ما لا يستطيع إدراكه إلا بالوحيين، هذا علم الغيبيات ومن صلب العقيدة، هذا لا مجال لعلمه إلا عن الكتاب والسنة، ليس فيه مجال للاجتهاد ولا للرأي،
هو إذا ثبت فيه حديث صحيح وثبتت فيه آية من كتاب الله عز وجل هذا نقره ونؤمن به كما ورد. أما إذا لم يثبت في ذلك ما هو صحيح لا يستطيع أحد أن يجتهد في مثل هذه الأبواب لأنها غيبية وعلمها عند الله عز وجل. نقول ونؤكد أنه لم يرد إلا حديث واحد والحديث هذا أعله بعض أهل العلم ورجحه بعضهم بأن لغة أهل الجنة هي لغة القرآن وهو ما يرجحه الكثير، ولكن هذا ما نقول ونبين وننوه على أنه لم يثبت وبه بعض الضعف في إسناده. طيب شيخنا، لعلنا نختم هذا المحور بهذا السؤال، هو عن منازل أهل الجنة، يعني درجات الجنة وأيضا دركات النار، ولكن لعلك يعني تركز لنا على موضوع الجنة، ما هي درجات الجنة التي دائما نسمع درجات أن للجنة درجات وأن للنار دركات؟ نحن نحب في البداية أن نذكر الفرق بين منازل الجنة وأبواب الجنة، لأنه يحدث أحيانا الخلط عند البعض يظن أن منازل الجنة هي ثمانية، ولكن الثمانية التي وردت في الحديث هي الأبواب الجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أبواب الجنة ثمانية وأحدها باب الريان وهو الباب الذي خصصه الله لأهل الصيام. أما المنازل والدرجات التي جعلها الله لعباده الصحيح أنها 100 درجة، 100 منزلة جعلها الله لعباده المؤمنين. هذه 100 درجة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. انظر إلى البعد ما بين الدرجتين، يعني سبحان الله عندما يقول الله عندما يقول الله جنة عرضها كعرض السماء والأرض، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. انظر إلى المسافة التي بين السماء والأرض، يعني انظر إلى الشخص الذي في الأعلى كيف يرى الذي في الأسفل، والذي في الأسفل كيف يرى الذي في الأعلى، بينهما كما بين السماء والأرض، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال والفردوس أعلاها، يعني أعلى درجة في الجنة هي شنو؟ الفردوس. ومنها تفجر أنهار الجنة 4، وهذا سيأتينا بإذن الله إذا ذكرنا وتكلمنا على الأنهار الجنة 4، ومن فوقها يكون عرش الرحمن. لذلك عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لهم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى مراتب الجنة وسقفها عرش الرحمن أو وفوقها عرش الرحمن. لذلك هذا الحديث يبين لنا أن درجات الجنة هي 100 درجة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يعني عندما ذكرنا الآن قبل قليل ذكرنا أن الأعمال الصالحة ترفع الدرجات وتزيد الإيمان عند العبد، ثم في الآخرة ترفعه درجات، حتى إن صاحب القرآن كما ورد في الحديث الصحيح يقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا يبين لنا على أن الإنسان كلما زاد من العلم وكلما زاد من الإيمان وكلما زاد من العمل الصالح كلما زاد ارتفع منزلته عند الله عز وجل ودرجته. ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الدرجة والدرجة ينظر أحدهم إلى الآخر كما يرى أحدنا الكوكب الغابر، يعني في المشرق أو في المغرب، يعني الكوكب البعيد جدا يراه يعني بالعين المجردة أو كان بالميكروسكوب ولا غيره، فينظر إليه يراه بعيد جدا. هذا الذي يرى الكوكب يرى أحدنا الآخر في المنزلة والدرجة التي فوقه. يعني سبحان الله هذه الدرجات وهذه المنازل، يعني حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم استغربوا فقالوا يا رسول الله أتلك منازل الأنبياء والمرسلين؟ قال لا، قال بلى، قال لا، ولكنها والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فبين لهم أن هذه المنازل وهذه الدرجات يدركها رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ليس فقط الأنبياء وليس فقط المرسلين، بل إن يعني ورد أحاديث كثيرة على فضل غيرهم من الصالحين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن أبو بكر وعمر هما من كهلي أهل الجنة ويدخلون من أكثر من باب وغيرها. فبين أنك تستطيع بالعمل الصالح وبتسخير حياتك الدنيوية لأخراك واستثمار ما في الدنيا إلى ما هو في الآخرة، سواء كان المال أو النفس أو الجهد
أو كل ما تملك واحتسبته لله عز وجل وسخرته في خدمة دين الله عز وجل وادخرته لأخراك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ستجد بإذن الله هذه الثمار، ستجد غرسك في الجنة، وستجد بيوتك في الجنة، وستجد منازلك في الجنة بهذه الأعمال الصالحة التي أخلصت فيها لله عز وجل. جزاك الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. وننتقل معا للمحور الثاني الذي نستهله بهذه اللوحة الدعوية. قال الله تعالى: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من هذا اللقاء الذي نخصصه للحديث عن منازل الأبرار في الآخرة مع شيخنا الكريم الشيخ ربيع الدرسي. شيخنا، يعني أيضا من الأسئلة التي تطرح في هذا الباب كون المسألة، هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ وهل لو كانت كذلك هل هناك من يسكنها ويعمرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة مثل هذه الأسئلة العلمية هي أسئلة شائكة، وحدث فيها نزاع وخلاف كثير بين أهل العلم، ولكن يحمل عنا التبعة والعلم في هذه المسألة هم من سبقنا من أهل العلم ومن يعني أتونا بهذا العلم خضرا رطبا، فلخصوا علينا الكثير من هذه النزاعات والخلافات. أذكر أنه سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني هذا السؤال نفسه، يعني سئل هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ فكانت إجابة الشيخ ابن عثيمين أنها نعم موجودتان، واستدل لذلك بأحاديث وآيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ومنها أحاديث، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الكسوف بالناس فرأى أو تراءى له أن عنقودا متدلى من العنب من الجنة، فهم حتى أن يأخذ منه ثم قرر أن لا يفعل. وكذلك قربت له النار حتى رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وغير ذلك من الأحاديث. كذلك قصة الإسراء والمعراج، كذلك حديث الشهداء الذين أرواحهم يعني تطير في على شكل طيور خضر في الجنة ترد أنهارها، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وحدث حتى عن هذا الخلاف خلاف في مسائل أخرى، هل النار التي موجودة الآن فعلا هل هي في الدنيا، هل هي في الأرض أم في السماء؟ لقول الله عز وجل: كتاب في سجيل، قالوا سجيل هنا في آخر الأرض، حتى في حديث يؤكد ذلك، وغير ذلك من المسائل الجدلية والنقاشات في هذه المسألة. ولكن ما نقرره وما نعتقده وما ندين الله عز وجل به أنها موجودة، ولكن الناس يعني أجسادهم موجودة في قبورهم، حياة البرزخ التي ذكرها الله عز وجل وذكرها أهل العلم، ولكن أن الجنة والنار مخلوقة وموجودة، وكذلك هناك فيها من الناس من هم موجودون فيها، كذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عمن رآهم ممن يعذبون في النار، كل هذا نقره ونمره ونعتقده وندين الله عز وجل به، لأنه وردت به الأحاديث الصحاح التي لا مجال للطعن فيها أو للشك فيها. نعم. طيب شيخنا، أيضا يعني أشرتم في الجزء الأول إلى موضوع أنهار الجنة، يعني جاء في القرآن الكريم الحديث عن هذه الأنهار، لعلك يعني تعطينا لمحة عن هذا، عن هذه الأنهار وما أعده الله فيها. والله يا أخي الكريم، يعني سبحان الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الجنة، قال: هي ورب الكعبة ريحانة تهتز ونور يتلألأ، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الجنة الله عز وجل ما ترك فيها شيء من النعيم المقيم الذي يتلذذ الإنسان به في الدنيا إلا وجاءه بعكس ما هو يتصور، لا يستطيع الذهن البشري أن يتخيل هذا الجمال وهذه المكانة وهذه الرفعة التي أعدها الله جائزة لعباده الذين سخروا دنياهم لأخراهم. الأنهار التي وردت جاءت في كتاب الله عز وجل،
قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. بيّن الله عز وجل أن الأنهار أربعة، وقيل أن هذه الأنهار الأربعة هي الرئيسية، يعني التي تنبع من تحت عرش الرحمن كما جاء في الحديث الذي ذكرناه. هذه الأنهار الأربعة بيّن الله عز وجل أنها أنهار من ماء غير آسن، أنه غير مالح يعني، وأنهار من عسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر. هذه الأربعة قيل يتفرع منها باقي عيون الجنة وباقي أنهار الجنة، منها نهر الكوثر، ومنها عين التسنيم، وعين السلسبيل، وغيرها من الأنهار والعيون التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. فأما الأنهار الرئيسية التي جاءت في هذه الآية هي التي بيّن الله عز وجل أنها هي الأنهار الأربعة، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. فبهذا تكون الأنهار الرئيسية أربعة، وينفجر منها العيون، جنات تجري من تحتها الأنهار. قيل أنها يعني الجنة كلها تجري من تحتها الأنهار، وتزينها المياه بجميع أنواع التي سخرها الله عز وجل من أنهار ووديان وعيون سخرها الله في هذه الجنة، جعلها الله لذة لعباده المؤمنين بجميع أنواعها وأطيافها. نهر الكوثر سخره الله عز وجل لنبيه، إذا أشرب منه أحدا من أمته شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، وغير ذلك يعني من الأحاديث التي وردت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الآيات. نعم، جزاك الله خير شيخنا. طيب، أيضا من الأسئلة التي يعني تطرح حول موضوع الجنة ويتداولها البعض، موضوع من هم أكثر أهل الجنة، يعني من ناحية أتباع الأنبياء، يعني من ناحية الأمم، ما هي أكثر أمة دخولا للجنة؟ نعم، والله هذا الأمر يعني يجعلنا يعني نقف فخرا بأننا أتينا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي جعلها الله خير أمة للناس. يعني عندما يعني ترى أن الله سخر لك دون أن تطلبه ودون أن تدعوه ودون أن ترجوه أن جعلك فردا من أمة محمد مسلما موحدا مؤمنا بما جاء به، تسعد والله ويثلج صدرك أن سخرك الله عز وجل لهذه المرتبة ولهذه المنزلة. أكثر أهل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غير ما حديث، يعني أحدها حديث قال: أترضون أن تكونوا ربع الجنة؟ فكبر الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: أترضون أن تكونوا ثلثها؟ فكبر الصحابة، فقال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فكبر الصحابة، فقال: والله أعطاني معها السدس فثلثي أهل الجنة من أمتي. وجاء في الحديث الآخر: يأتي النبي، انظر إلى هذا المشهد، يعني والله أخي المشاهد أرعني سمعك في هذا الحديث، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، بل ويأتي النبي وليس معه أحد. يعني بيّن، انظروا إلى وحشة هذا النبي. هل هذا النبي لم يبلغ؟ بالعكس، سيدنا نوح عليه السلام قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دعاهم ليلا ونهارا، ودعاهم سرا وجهارا، بيّن بجميع أنواع الأساليب، بقى فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، مع ذلك لم يخرج معه إلا من صعد معه إلى السفينة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيّن نفسه وسلم قال: ثم يخرج سواد عظيم، جمع كبير جدا من الناس يخرج، فإذا بي أنظر فإذا هي أمتي. انظر سبحان الله، يعني هذا السواد العظيم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما باقي الأنبياء كثير منهم يعني أتى النبي ولم يأتي معه أحد، وغير ذلك من الأحاديث. فبذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع يعني أن أكثر أهل الجنة، يصل إلى ثلثي أهل الجنة، هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأفضلية التي جعلها الله لأمة محمد، بل جعل الله عز وجل لهم كثير من الأفضلية في ذلك اليوم، فهم من أهل الشفاعة في ذلك اليوم، يشفعون ويشفعون. وكذلك الله عز وجل جعل من ميزات أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومما خصهم به يوم القيامة أنهم أول من يدخل الجنة. انظر إلى أول من يدخل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
وغيرها من المنازل التي جعلها الله لهذه الأمة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يعيد شبابها وأبنائها إلى رشدهم وإلى دينهم وإلى التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كي نلتقي جميعا عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم أمين. طيب شيخنا، يعني قد يسأل سائل، لما كان هذا الفضل لهذه الأمة المحمدية على الرغم من أن يعني هناك أنبياء سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوا دين الله عز وجل؟ والله أخي زكريا، هي هذه الأفضلية يعني يكفي فخرا أنها أمة خير الرسل وخير الأنبياء. الله عز وجل فضل النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الرسل، هذه مسألة. المسألة الثانية أنها جاءت شاملة لكل الرسالات السابقة، يعني بعد الإسلام لا تحتاج أن تدخل إلى أي ديانة أخرى أو تحتاج أن تبحث عن الدين في ديانة أخرى أو بها أي نقص. كذلك الله عز وجل جعل لها كتابا محفوظا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. كذلك كانت ناسخة لكل شرع قبلنا وبقت هي أمة الإسلام الوحيدة التي إلى يوم القيامة. وغير ذلك من الأفضلية التي ميز الله بها هذه الأمة، كذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، مما ميز الله به تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني هذه المسائل مجموعة وغيرها من العلل وغيرها من الأسباب التي جعل الله عز وجل يميز هذه الأمة التي صدقت بنبيها وآوته ونصرته وآمنت به وآمنوا به حتى وهم لم يروه، الذين نحن الآن نعيش هذا العصر. يعني نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع نبينا ومع صحابته الكرام في جنة الرضوان. يعني هذه الأمة يعني أمة الجهاد وأمة البذل وأمة العطاء وأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمة خير المرسلين، أمة خير أمة يعني القرآن الكريم، أمة كتاب الله عز وجل. يعني هذه الأمة الله عز وجل ميزها وفضلها بكثير من الخصال، وهذه ما هي إلا خصلة من خصال الآخرة التي ميزها الله بها على غيرها من الأمم. نعم، جزاك الله خير شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم. وننتقل معا للمحور الثالث الذي نستهله بهذه اللوحة الدعوية. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والأخير من هذا اللقاء الذي نخصصه للحديث عن منازل الأبرار في الآخرة. شيخنا الكريم، لعل يعني كتاب الله عز وجل وأصدق الكلام كلام الله يعني قد وصف هذه الجنة بأبلغ الأوصاف، وربما حتى يعني جعلنا نراها رأي العين، لكن لعلنا شيخنا الكريم يعني نختار بعض النصوص القرآنية التي جاءت في هذا الباب، ويعني نسمع منكم تعليقا ولو يعني مختصرا ربما آيتين أو ثلاث. الآية الأولى التي جاءت في 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 بداية البرنامج في سورة البقرة، قول الله عز وجل واصفا حال أهل الجنة، قال: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أهم ما يمكن أن يقال حول هذه الآية في ضوء ما ذكره علماء التفسير سلمكم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أخي زكريا، يعني جاءت كثير من الصور وكثير من الآيات تصف أحوال الجنة وأحوال أهلها، طعامهم، ملبسهم، شرابهم، كساؤهم، أنهم لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يتعرقون، أنهم يعني عليهم الولدان المخلدون الذين يطوفون عليهم بالأكواب والأباريق، أنهم عندهم من الحور العين ومن النساء ومن غيرها من ملذات التي يتمناها الإنسان في دنياه يجدها في أخراه بأجمل الأوصاف وأكمل الميزات التي يتمناها الإنسان، وغيرها من الآيات التي جاءت تطرب وتقرب القلوب من بارئها وخالقها ومن الجائزة العظيمة التي أعدها لعباده الله عز وجل. وبعض آيات القرآن بيّنت دقيقة التفاصيل في بعض هذه الأوصاف، منها هذه الآية.
يعني سبحان الله، يعني كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال بعض أهل العلم في تفسيرها أنهم يأتيهم بعضهم قال أن يأتيهم شيء يشبه بعض ثمار الدنيا فيظنونه هو بنفس طعمته بنفس لذته فيجدونه أجمل منه بأضعاف أضعاف ذلك. ومنهم من قال وهو الراجح أنها تأتيهم بعض الفاكهة وبعض ثمار الجنة فيأكلون عندما يتمون أكلها تخرج لهم من جديد هذه الثمرة الناضجة في وقتها وفي حينها بألذ وأجمل مما كانت عليه، فيقولون هي نفسها فيجدونها متشابهة في بعض الصفات لكنها أجمل وألذ مما كانت عليه في الصفة الأولى. وهذه من تمام نعيم الله عز وجل، بل إن في الآية الأخرى وذللت قطوفها تذليلا، يعني أنت لم تذكر هذه الآية ولكن نذكرها من باب ذكر بعض أنواع الفاكهة في الجنة. أنت لا تصعد إلى ذلك الغصن كي تقتطف هذه الثمرة، هي التي تتذلل إليك وتأتيك وأنت في مجلسك ومكانك كي تقطفها وتأكلها. انظر إلى هذا النعيم وإلى هذه اللذة وإلى هذه المنزلة. نعم أخي، جزاك الله خير شيخنا الكريم. لعلنا يعني نختم بهذه الآية شيخنا، وربما يعني هي من الأمور المهمة التي لابد أن نشير إليها، النعمة العظمى والمطلقة في الجنة التي ذكرها أهل التفسير في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي هذه الزيادة وما هي هذه الحسنى؟ سلمكم الله ونفع بكم. إيه أخي زكريا، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه المنزلة العليا. عندما نزلت هذه الآية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم استغربوا وقالوا له يا رسول الله، أبعد هذه الصفات وهذه المنازل وهذه الدرجات زيادة؟ ما هي الزيادة التي تأتي بعد ذلك؟ استفهم عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. للذين أحسنوا الحسنى فهمنا ذلك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهمنا ذلك. الجنة فهمنا ذلك، منازل الجنة وصفاتها ولذاتها وكل ما جعله الله لعباده فيها فهمنا ذلك. أما الزيادة فما هي؟ فبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم وأشرف وأعلى منزلة قد يمن الله عز وجل بها على عبده المؤمن، وهو أن يكشف الله عز وجل عن نفسه ويسمح لعبده المؤمن أن يراه، وهي رؤية الله عز وجل في جنته ودار كرامته. هذه هي الزيادة التي جعلها الله لعباده المؤمنين، أن يرونه عيانا دون أي حواجز ودون أي حواجب، يرون الله عز وجل يتجلى لهم النور، يتجلى لهم الله عز وجل. يعني هذه المنزلة التي سبحان الله يعني يتفاجأ جميع من أهل الجنة عندما يناديهم الله عز وجل يا أهل الجنة يا أهل الجنة، وعندما ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، وينادي المنادي يا أهل النار والعياذ بالله خلود فلا موت. ثم يقول الله عز وجل لعباده هل منكم من يريد زيادة؟ فيقولون يا رب وماذا تزيدنا عما نحن فيه؟ فيقول الله عز وجل رؤيتي وجلالي، فبذلك يخرون جميعا سجدا لله عز وجل عندما يرونه، ويتجلى لهم الله عز وجل في هيئته، ويراه المؤمن يعني رؤية عيان جعلها وثبتها أهل العقيدة. ونتمنى من الله عز وجل ألا يحرمنا يعني فضل وبركة النظر إلى وجهه الكريم عندما يمن على عباده المؤمنين، ونسأل الله ألا يحرمنا في هذا الموقف. لا يفوتني أخي زكريا تعقيب بسيط على هذا المشهد. تفضل شيخ. ماذا بك يا عبد الله عندما ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت؟ أين أنت في ذلك الموقف؟ أين هو مكانك؟ أين هي منزلتك؟ في أي قوم أنت؟ في أي صف أنت؟ مع من أنت؟ هل في ذلك الصف السعيد الذي يتباهى وينتظر تلك المنزلة وهذه الدرجة؟ أم والعياذ بالله في ذلك الدرك الأسفل من النار تعذب وتسقى بماء صديد تتجرعه ولا يكاد يسيغك؟ أم أنك والعياذ بالله ينادى عليك بأبشع الصفات وبأبشع الأوصاف وبأبشع الكلام، أم أنك تنادى بأحسن الكلام وألطفه وأزينه؟ انظر يا عبد الله، أنت الآن في وقت عمل ولست في وقت جزاء.
غدا ستكون في مكان دار جزاء وليست دار عمل. اسعى من الآن طالما لازالت أنفاسك ترد إليك، اسعى لهذه المنزلة. نحن إذا أخذنا الحلقات تلو الحلقات كي نتكلم عن نعيم الجنة لن يدركنا هذا الوقت، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، تكفي الإشارة في هذا المقام. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة ونعيمها، ونعوذ بالله من حال أهل النار وجحيمها. جزاك الله خير شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. حتى نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة